Our dilemma is that we hate change and love it at the same time. What we really want for things is to remain the same but get better. Sidney J. Harris. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كثير من الشباب ينتظرون بداية 2017 لإحداث تغيير في حياتهم، سواء على المستوى المهني أو المادي أو الدراسي أو إلى غير ذلك. هذا الأمر يشبه كثيرا عندما كنا صغار، كنا ننتظر يوم الجمعة لبداية الصلاة، ويحدث في الأسبوع نفس الشيء في كل مرة، يعني كل مرة ننتظر الجمعة القادمة لبداية الصلاة ولا نبدأ. البريطانيين لديهم قول جميل، يقولون بأن طريق يوما ما يؤدي إلى مدينة ولا مكان، يعني إذا كنت تنتظر في يوم ما لإحداث التغيير فهذا التغيير لن يحدث. العلماء يقولون بأنه بتحت ما يسمى المكسب الثانوي، إذا كان الإنسان قد كسب شيئا من وراء عدم التغيير فلن يتغير. أريد تعلم اللغة الإنجليزية، ولكن الساعات التي سأقضيها في تعلم اللغة الإنجليزية من الممكن أن أقضيها عبر الفيسبوك أو التويتر أو اليوتيوب أو في موقع آخر أو مع الأصدقاء، فلن أذهب لتعلم اللغة الإنجليزية لأنني أكسب من ورائي عدم تعلمها. في حقيقة الأمر أنت لا تحتاج ل 2017 ولا ل 2018 ولا ل 2020 ولا ل 2025، أنت تحتاج إلى قرار واعي هو هنا والآن. تحتاج إلى تحمل مسؤولية حياتك، تحتاج إلى دفعة ذاتية نحو ما تريد. من الجميل جدا أن تكون لديك خطة طويلة المدى، لكن أجمل أن تبدأ هنا